مرحبا. اليوم بدنا نشوف The Division. طبعا The Division من Ubisoft, هي جيم كفر شوتر. كفر شوتر يعني انك فيك تعمل هيك, انك تتخبى ورا هذا وتصير تطلع, هذا بيسموه كفر شوتر. هي كفر شوتر سلاش MMO, طبعا مثل Warcraft وGuild Wars والقصص هاي, لانه تعتمد على اللوت. خليني لكم شلون هي خليط, مشان نحكي مزبوط, هي خليط بين Borderlands والكفر شوترز والام ام اوز. اوكي, اقرب شيء عليها هو فعليا دستني, ممكن تقول ديابلو بطريقه موضوع اللوت ومع اللوت والهذا ولا طبعا بس بكفر شوتر. هلا الجيم كشكل حلوه كتير, يعني شايفين هذا مثلا مدينه نيويورك, شكله كتير 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 حلو. خلينا نحكيها بصراحه. هلا صح داون جريد وما داون جريد من E3 وهذا, بس بصراحه خلينا نحكيها شكله منيح. هلا انا شغال على 1080 على الالترا, وهذا شكله. طبعا عندك الحركات اللي هي اللي فيك تعمل انت مثلا. هلا انت ككفر مستخدمين نفس اللي لعبان سبلنتر, اللي لعبان فيكم سبلنتر سيل بيعرف هي الشغله, انك انت مثلا من هون لهون اذا في كفر تاني بتصير تكبس سي وبصير بركض عليه. تمام. هلا كمان الكاركتر تبعك عنده ابيليتيز. طبعا اذا اجيت لهون في عنده ابيليتيز كتير, شيء له علاقه بالمدكت, شيء له علاقه بالكفر, شيء بيحط شغله هيك على الارض بتصير تضرب الرشاش, كل هالقصص. فهذا الار بي جي تبع اللعبه. طبعا هون كمان في تالنتس, فيك تختار التالنتس اللي انت بدك اياها على ليفل 15. ليش هي راحت هون, حطها هون. يس مثلا هاي هيد شوتس ويل بولس ذم فور 10 سكند, بتصير تحط عليه مثل اشاره بصير بياخذ دامج زياده. اوكي, شو الفكره من الجيم؟ الفكره من الجيم انه انت بنيويورك صار في مثل مرض هيك غريب, ونادوا اللي هي الوحده الخاصه اللي اسمها ديفيجن. اوكي, انت واحد من هدول, مثل فكره الجارديانز تبع ديستني بالضبط. انه هذا المرض خلى نيويورك تصل لمرحله هيك من الجنان, والعالم تصير خلينا نقول الفوضى, تعمل الفوضى. فالمدينه كلها مليانه ناس, شو بدي اقول لك يعني, كيف عم يحاولوا يسرقوا المدينه والى اخره. اوكي, هلا مشان نحكي بصراحه على الجيم. الجيم كجيم بلاي ميكانكس جيده جدا. اوكي, كجيم بلاي اللعبه شغاله مزبوط, الجماعه اللي اشتغلوا عليها عملوها مزبوط. طبعا انا حاعمل لهون بدي اورجيكم الدارك زون, نعمل فاست ترافل. كجيم بلاي حلوه, الشوتينج فيها حلو, الكنترولز فيها ماشي حاله. ايامات بصير في جنان اللي هو موضوع انك مرات تطلع من الكفر وما الكفر وهذا, بس هاي كل الكفر شوترز فيها هي المشكله. هنا هون ما زبطوها كثير. هلا طبعا هذا واحد من السيف هاوسز اللي انت فيك تروح تخبى فيه, اذا انت هون موجود ما في حدا بيقدر يهاجمك ولا حدا, لا برا ولا جوا. هلا الفكره وين؟ نشوف نصل نحن على هاي, ورجيكم واحدة من المشنز. هي انكاونتر, اذا اخذتها باخذ سبلايز, السبلايز بقدر استعمله لابني البيس. اذا بنيت البيس بصير عندي ابيليتيز زياده. تمام, المشكله تبع الجيم الاساسيه هي انه اتس بورينج. كيف يعني بورينج؟ يعني انا بصراحه مليت, نفس المشنز عم تنعاد عم تنعاد عم تنعاد, عم تقوس على عالم معظما عصابات. يعني فعليا اللي صار, مشان احكي لكم القصه معلش, يعني هي نوت سبويلر. الفكره انه في مرض اجى على نيويورك, نيويورك صارت هيك فوضى, العصابات صارت تحكم المدينه, انت جاي لحتى تحارب العصابات يعني مشان الله يعني. اوكي, هي رقم واحد. رقم اثنين انه مع الوقت بصيروا, يعني هلا بورجيكم هي, مع الوقت بصيروا العالم اللي ضدك يعني بتضربه على راسه شيء 20 رصاصه لحتى يموت. طب يعني شو مشان؟ فهمنا بدستني هدول ايليانز وكذا. طبعا هذا سيفيليان نيد, بتعطيه شغله بصير بيعطيك بداله شيء, مثل مثلا كارغو بانتس. هذا حي اعطاني بنطلون جديد بيغير الشكل, طبعا فيك تغير شكله لهذا تبعك حسب ما بتلم الاشياء. انفنتوري, بتروح على ابييرنس, بتروح هون مثلا بتقول له بانتس تغير البنطلون. تمام, فيك تغير الاواعي تبعك كلها. مهم, اللعبة بورينج, السيتنج غريب. يعني هلا هون مثلا في معركة, هلا حادخل فيها. انترسبتنج جي تي اف راديو ترافيك, هدول معي, راح استعمل الابيليتي تبعي اللي بتكشف وين الجنود.
god! Tracking signal. Analysis complete. Uploading coordinates. شايفين كيف هلا قاعد عم بضرب عليه؟ تضربه هيد شوت، بتصل هيد شوت. يعني شوف هلا مثلا هون. هذا لانه ليفله واطي، بس فعليا اكثر من ضربه على راسه لحتى مات. هذا هلا هي فيني اخذها. اخذها تيك اول، بروح ببيعها مثلا. اوكي؟ طبعا في قنابل. اي. هذا مات. عم ضربت عليه مثل قنبلة. شايفين كم ضربة؟ وهذا انا الليفل عالي تقريبا اعلى باربعة. طبعا بتكون نفس الليفل تبعك بطول. بتصل لمرحلة حتى ببطل تقعد ورا الكفر. تعال. هلا انا مثل ما قلت لكم الشوتينج منيح. اوكي تعال. اوي بس 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 بس. هذا خالص. طبعا هي عم ترجع تعبي ليك تحت البار تبعي. طبعا اصوات السيارات حلوه كمان. مشان نحكي الصراحه كمان الصوت فيها حلو. الميوزك مو كثير بس الاصوات حلوه. هلا مثلا موضوع الستوري، موضوع الستوري انه هدول انت عم تحارب فعليا عصابات. يعني كمان امريكا بجرات قدرة وثاني يوم من بلش يعني والله بعد شهر ولا شهرين، لا ثاني يوم فلتت البلد من ايدهم نيويورك وعم يحاربوها وجابوا السبيشال ايجنتس. يعني غريب. تمام، فخليني اورجيكم الدارك زون اللي هي الشغله الظريفه فيها. طبعا مثل لكم المشكله فيها انه شايفين اللي صار هلا، هي اللعبه هيك كلها. يعني ما فيها شيء ثاني، بس مثل بس شايفين فعليا. خلينا نحكيها بصراحه كمان، شكل اللعبه حلو. يعني لو انه شكل اللعبه مو هيك كنت كبيتها من زمان. الشكل والاتموسفير، القتال فيها منيح، بس اتس سو بورينج، ممل بشكل مو طبيعي. هلا لما تكون مع عالم الوضع بيكون احسن. هلا احنا بدل ما اعمل هاي، شو فيني اعمل؟ فيني اعمل ماتش ميكينج وقول انا بدي شلون بنعملها. هي كنا نعملها من هون، نعمل ماتش ميكينج فايند فريندز. هاي بتورجيك الناس. طيب اوتو ماتش دارك زون. تمام، ماتش ميكينج فور دارك زون ديستريكت. هلا حاول يلاقي لي حدا روح معه. هاي واحد طبعا بيصير بيدور اونلاين على مجموعه تانية لحتى تروح معها لتعمل الميشنز اذا بدك. فهلا حفوت فيه معهم هدول هالدارك زون. الفرق عن الدارك زون على الباقي، هلا اللعبه كلياتها انك انت تلم لوت، تلم اسلحه، تطور الاسلحه تبعك كذا. الدارك زون بتروح عليها الاسلحه احسن، بس ما فيك تطلعهم الا تعمل لهم اكستراكشن. يعني هلا باللعبه العاديه اذا اخذته خلص صار لك. بهاي وين صرنا؟ ايه هون. هاي تمام، ودوني على السيف هاوس. بالدارك زون بتصير انت بدك تلم الاسلحه وبدك تروح توديها على الاكستراكشن لانه بتكون ملوثه بالفيروس. اوكي، فالفكره هي انه جوا الدارك زون اللاعبين الثانيين بيقدروا يقتلوك. اذا قتلوك بيقدروا ياخذوا اغراضك. تمام، فهي الفكره بالموضوع الدارك زون. اوكي يلا جو جو جو. طبعا هلا اقعد امشي وامشي وامشي وامشي. اللعبه كلها هيك، ها كثير وقت بيضيع وانت ماشي. مثل ما اقول لكم في كثير داون تايم، يعني وقت انت ما عم تعمل فيه شيء، وفي وقت كثير سوري اللعبه يعني عم تعيد نفسها. كل المشنز مثل بعض، روح قتل هدول، فضل روم، فضل اوضه. بالضبط بالضبط مثل دستني، بالضبط بالضبط السبب اللي خلاني انا مل من دستني. كل المشنز مثل بعض، والمشكله حتى الستوري مو واو. يعني ما فيها ما فيها القصه الفظيعه، عرفت؟ تعال خلاص اعطاها شغله. The dark zone's walled off and with good reason.
It's where the infection هيت hardest to the point where no one, not us, not LMB, not anyone could hold it. تمام. فإذا حدا قتلك ممكن تموت أنت بياخذوا لك أغراضك. بروح الإكس بي تبعك وكذا. فبتنقذها مظبوط. إذا أنت ما انتبهت. أوكي ناخذ هون نعمل ريستوك نرجع ناخذ الرصاص وكذا. Biohazard warning. هذا dark zone. Transmissions jammed. Proximity coverage only. هاي اول ما فتنا طلعنا من هذول. اوبا طيب ماشي شباب يلا تعالوا. هات لان خلينا نقرب عليهم شوي حتى نعرف نصيبهم مظبوط. ايوه اي 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 اوكي هيل هذا مات شت في خمدة هون. ايوه تمام. فشايفين الدارك زون شوي في اكشن يعني اخفوا مللا من غير مكان بس كمان مو هالواو. طبعا هذا الغرض هلا هون طبعا حاخده. صار ليكو بالعلبة الصفراء اللي ورا. هاي العلبة الصفراء معناتها انه انت معك اغراض وهذا بيخلي الـ 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 الاشخاص اللي موجودين مثل هذا في واحد هون هذا ممكن هلا يجي يقوس علينا ويقتلنا وياخذ اغراضنا مثلا او نحن نعمل العكس. بس الشرط انه اخذ الاغراض وروح اهرب فيهم لبرا. كيف بروح على اكستراكشن بوينت بنتظر دقيقتين لتجي هليكوبتر ولازم اعلق الاغراض على الهليكوبتر على الحبل. اذا ما علقتهم بيروحوا علي الاغراض. فشايفين شباب كيف هلا صار لي بالضبط كل هالمسافه هي ماشيين وما في شيء عم بيصير. المدينه فاضيه. طبعا انا ماشي هدول ورا هدول لنشوف وين حياخذونا وشو شو حيطلع معهم. تمام بس تجي تعمل اكستراكشن فعليا تجي تودي اغراضك للهليكوبتر بتبلش العجقه لانه بيجوا البلايرز الثانيين بيصير بيحاولوا يقتلوك مشان ياخذوا اغراضك. طبعا اذا هاجمت حدا بصير عليك باونتي بصير انت يعني هلا انا مثلا اذا قتلت واحد يعني مو اي واحد بقدر اروح واوصله. اذا اوصله بفتح على حالي باب اوكي انه اذا حدا قتلني بياخذ بونص لانه انا صرت شرير بين قوسين اوكي. طبعا انا ما بعرف ليش احنا رايحين لهون بس ماشي الحال. اهلا هذا خالص وهي لفلنا الدارك زون ليفل. طبعا هذا هيلينج هون حط لنا يا الشاب المحترم نكشف الـ 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 الاشرار وين. تمام هون نسلخ هذا من فوق. ايه نزلنا بقى شكرا. شايفين شو قصدي بالكنترولز؟ تعلق هيك مثلا بالحيط. وع 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 طبعا هذا اضربهم قنبله. شوف طبعا هو سوبرمان بيقدر يزت القمله من هون. اوكي شو ما نصلهم. هلا في واحد هون طلب الهليكوبتر. هلا بتجي الهليكوبتر لهون بس هلا هذاك راح يقتل هدول وانا بصراحه رايح معه لحتى اخذ لوت. تعا اوكي فهي الجيم انك تجمع لوت تضلك عم تجمع الاسلحه الاحلى والافضل وكذا. وهيك اللعبه فعليا بترجعك بالضبط مثل ما عملوا بدستن. اوكي هذا مات يا بلحقه يا ما بلحقه. تعال اسلخ. طبعا هذا عيشني. Come around the corner.
شوت. تعال لك تعال تعال تعال. It's boring. I'm bored. هذا أسوأ شيء ممكن تعمله لعبة بحياتها، يعني إنه هي تمللك. مين اللي عم يضرب؟ من وين؟ هذا شوف لك شايف الماب ليكون. يلا 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 والله انك انت فظيع. تعال هات لك هيل هات لك هيل. I'm gonna die. يلا امشي. Oh, God's sake. The dark zone. طبعا هذا مات. The dark zone. طبعا ال by the way الميكروفونات شغالة by default. One of you's gonna come in and distract. Sure. سنة ودوني آخر الدنيا فهلا أقعد امشي وصلوا على الدور. فالفكرة بالضبط انه هي شكلها حلو موضوع اللوت وكذا. ممكن انت اذا معك مجموعة من الشباب اللي انت بتعرفهم منيح ولعبتوا هاي اللعبة ممكن تتسلى. اوكي يعني ما عم بقول انه هي اسوأ لعبة بالعالم وبلالك ياها وكذا، لا 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 حرام. اللعبة كجيم بلاي مزبطة اوكي. بس كمان يعني مو هالشي الواو. موضوع التكرار تبع الجيم، موضوع ال واو شيش انسى انسى. اوكي موضوع التكرار تبع الجيم، موضوع ال 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 الستوري بايخ يعني ما بعرف. اذا انت بتحب الشغلات مثل بوردر لاندز ودايابلو وكذا الجيم بلاي تبعهم هي اللعبه لك. اوكي اذا جاي تلعب ستوري وشي فظيع وعالم خيالي انساك من هي. اوكي هذا كل شيء بدي احكي. المهم هي ذا ديفيجن. طبعا مشان اورجيكم كمان في الاسلحه اللي هي الاواعي والمدري شو. عندك هون فيك تغير مثلا الابيرنس اذا بدك تحط جاكيت جديد. ليك هذا وين اجى مثلا وينتر جاكيت كارغو جاكيت. تغير الطواقي هذا كله شكل. بس طبعا في عندك الاسلحه اللي هي اللي موجوده هون. اوكي لا هيك هدول مثلا. هلا كمان شغله مهمه كتير انه معظم الكاركترز بيشبهوا بعض لانه فعليا عندك شيء خمس وجوه وخمس قصات شعر وخمس دقون. واذا عم تلعب بنات نفس الشيء كمان وفي حلقات وما حلقات وقصص هاي. بس هي طبعا خلينا نشيل الجروب نطلع منها. تقريبا هذا هو اللي موجود بالجيم. طبعا في عندك المشنز هدول اللي تبعون الستوري هدول بس تصل لليفل معين بصير تقدر تعملهم. لحتى تصل لهالليفل بدك تقعد تلف بالمدينه وتقعد تعمل لي المشنز السايد اللي هي اوكي في اربعه هون قلت لهم بعدين اقعد امشي 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 بالمدينه هيك لتصل لهون وتعمل هاي بعدين امشي 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 لتصل لهون وتعمل هاي. كله هذا وقت ضايع اوكي على شو ما بعرف. ذكرني بفاينل فانتسي القدام لما انت ماشي وبيطلع لك راندوم انكاونتر ومعظمهم انت اصلا ما بدك اياهم لانه الليفل كتير واطي تبع الوحوش وعم تضيع وقتك على الفاضي. نفس الشيء هون. زائد انه في عندك اخي خليني اكمل المشن. طب خليني اكمل الستوري خليني اشوف اللعبه. ليش عم تجبرني ب ب ب ليش عم تجبرني ب
انه لفل لحتى اصل للمشن اللي بعده. اوكي طبعا هذا بتلاقوه دائما بالالعاب الام ام اوز اللي هي مثل ماتس اوف ذا اولد ريبوبليك ووركرافت وهالقصص هاي، هذا موجود. اوكي بس نحكي بصراحه شكله حلو. تقنيا جيده، كجيم بلاي جيده، ستوري لا بممل شوي اذا انت هذا النمط ما بتحبك ما بتحبه كتير، اذا مع الشباب بتنبسط اكثر. خليك طبعا عم عيد حالي مره ثانيه بس مشان اختصر الموضوع من الاخير. وتقريبا هي هي ذا ديفيجن، ماشي حاله مو واو، اللي حابب يشوفها يشوفها ماشي. هلا نحن طبعا بالدارك زون، هي مجموعه ثانيه رحت معهم، هي قبلب بكم ليفل حتى تشوف ليفل غير. طبعا هلا حابب اورجيكم انه بالدارك زون شو ممكن يصير، ممكن يصير اكشن اكثر من العادي. هذا اديتد اكيد الفيديو لانه مشان الوقت اللي عم بيضيع على الفاضي. هلا هدول الاثنين رايحين بدهم عم يقاتلوا هون مجموعه، فنحن دخلنا على الخط وبلشنا نتقاتل معهم. اوكي اللي حيصير انه احنا حنفوت راح نقتل هدول الاثنين مثل ما كنتم شايفين. طبعا بلشت النار والقنابل الدنيا. طبعا هلا لفلت ليفل 5 بالدارك زون، طبعا دارك زون ليفل غير دارك زون الليفل العادي تبع اللي برا، اثنيناتهم بصيروا 3. اوكي هون هلا لانه بلشنا نتقاتل معه فصرنا نحن روج. تمام هلا ليش شو بصير وقت يكون روج؟ وقت يصير روج بيقدر اي حدا فيهم يهاجمني بدون ما يصير هو روج، واللي بيقتلني بياخد بونس سكور. اوكي هلا هدول اللي حيصير انه ححاول اني اقتلهم لانه هن فعليا عم كانوا عم يهاجموا رفيقي في ليكو هداك احمر شايفينه على اساس انه هو مجرم. اوكي طبعا هون رجعوا علقوا مع واحد ثاني، فاللي حيصير انه حاول اساعدهم. فاهمين علي شلون اللعبه بتكرار كثير وبعدين ليك هذا يعني اسفنجه يعني، وهذا من وين طلع فجاه؟ عرفت كيف؟ هاي كمان باق طلعت فجاه، هذا طلع لي بالنص هراني بالرش ما بعرف وين طلع. طبعا هذا العمود الازرق معناته لوت، رح اروح اخذ اللوت. طبعا هذا بيكون ليفل عالي، في اخضر وابيض واخضر وازرق وبنفسجي واصفر، اصفر احسن شيء. يعني لحد هلا ما شفت منتجي اصفر بس يعني واضحه لعبه فكره اللعبه anyway. هي انك انت تلم لوت، كيف بديابلو بيلعبوا كيف بيلعبوا بدستني انه والله نلاقي الشغله الاحسن. اوكي هذا هدول عم نتخانق معهم، هن بدهم اغراضنا ونحن بدنا نخلص منهم فعليا. انا ما كنت بعرف اذا معهم اغراض ولا لا. هدول قبل بشوي قبل هذا الفيديو ما يتصور كانوا عم يحاولوا يقتلونا، اجوا حاصرونا وهذا اخذ واحد من الجماعه اللي معنا عندهم على التيم. طبعا هذا مات، حاطط لي هيكل بالارض انا ماني منتبهها. اوكي تمام، فاللي حيصير هلا انه نحن قتلنا لهداك، واللي حنعمله ليكو اي كيلد لاف ماشين، ليك برازي كيلد لاف ماشين. اللي حنعمله هلا انه حنحاول نروح على الاكستراكشن بوينت لحتى نودي الاغراض. تمام فهي هونيك طبعا هيك حصت شوي انا وبلشت لف بارضي مثل الخنفسي. تمام نو اوكي تمام. طبعا هذا اجى وبلش كمان يحوس بسم الله. هلا هذا اخذنا الغراض، اخذ الغراض تبعه هون ليك شايفه، سرقنا له غراضه لانه مات، فكل شيء غراب معه وقعت على الارض فاخذناها. سمعت شو عم يقول نو زعل. طبعا الميكروفونات شغاله بالجيم، اذا بدك تعمل لها ميوت انا عامل لها ميوت للشباب لانه سكويكرز اللي هنا هيك بيحكوا عرفت، فما صعب 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 الفلوس. المهم هذا اكستراكشن، طبعا هذا نادينا. هلا في عداد فوق دقيقه ونص، المفروض خلال دقيقه ونص تجي الهليكوبتر. طبعا في تشات كمان اذا حابب تكتب. هلا اللي حيصير انه نحن حننطر الهليكوبتر هالدقيقه ونص، في علينا علامه اللي هي انه نحن مجرمين فممكن يجوا هدول. طبعا هدول موبس، شوف هلا هذا لابس قماش على راسه مع هيك بيقدر ياخذ له سرعه الرصاصه. ايه
بتعرف نيويورك اذا صار في فيروس بصير العالم تستفيد منه حتى الان ما معنا فيروس. هذا من وين طلع ما بعرف بس قولوا مغطين الشباب في واحد زفتني هلف على الارض. كان فريق كويس يعني اللي لعبت معه وقتها هذا الفريق. طبعا هذا غرض وهذا ميدكيت. الميدكيت بتعمل هيل في عندك قنابل في عندك كذا نوع مثل الجيم بلاي سوليد اللعبة كميكانيكيا منيحة بس مشكلتها فيها ناقصة شيء عارفين يعني كيف لما تيجي هيك كيف لما يكون رز صابت بس ما معه أكلة طيبة يعني الرز لحاله مو طيب هي هيك هي هي مثل صحن الرز الصابت بس 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 ما معه شيء جنبه يعني انت بدك طبخه معه عرفت بدك شيء يعطيه نكهه هذا اللي ناقص بهي اللعبه بس هو كثير ظابط طبعا في هدول مجموعه جايين واذا فيك تطلع اذا بتطلع فوق على على اليمين هلا اذا بتطلع بالبنايه اللي على اليمين هي حتلاقي حتلاقي واحد قاعد بالشباك وقاعد عم بيرش علينا طبعا هو هذا اللي قتلني فعليا بس بعد شوي بنصير ببلش نصيده هو عم يحاول يقتلنا قبل ما نحن نحط غراب ليكو شايفينه فوق هلا تخبيت ورا هذا الحيط مشان ما يشوفنا رح نحاول نصيده بعد شوي هو هلا ما بعرفان انا شايفه فعليا انا عم حاول احط الغراض بس ما قدرت وباقي خمس ثواني لحتى اقدر احط الغراض تبعي فانا ما لحقت فضلوا الغراض معي اوكي هلا اذا واحد بيقتلني بيروحوا كلهم كم غراض نعم هذا هي الحط اللي هون هذاك لساته عم يحاول يهاجم بس لساته واقف بس احنا خلينا نخلص من هدول اول اللي على الارض اللي جايين طبعا هدول كلها بتنزل الغراض تمام اوكي كان زي هيك بلشنا نطلع خلصنا من هذنك اللي تحت وهرب شلف خالص فهلا بنروح بدنا نجيب الغراض اللي تحت اللي حيصير بعد شوي هو انا حنادي الهليكوبتر مشان اقدر احط اغراضي ملحق هدول الشباب طلعوا تركوني وهذا بلش يرش عليهم من فوق وهن مالهم منتبهين وانا فعليا ما خبرتهم كان المفروض اقول لهم على اللعب ما عاد بس لان عامل ميوت طبعا هو قاعد عم يحكي وعم يسبسب حاولت اني اسلخ قنبله من عندي هيك تضرب قاذف قنابل هي هاي واحدة من الأبريكس شايفين فيها فن بس بنفس الوقت يعني ما تتوقع هذا الشيء يصير دائما يعني شفتوا اللي قبلك اللي صارت اوكي معظم الناس هبلة معظم الناس ما حتعرف تلعب بس إذا عم تلعب مع رفقاتك ممكن تتسلى تمام أو مع ناس تعرف تلعب طبعا هدول أنا صدفت هدول هلا هون قتل الاثنين فأنا شو راح أعمله قررت بعدين إنه خلص الوضع صار سيء وهيك في أربعة هيشوف علي الباونتي فقلت لحالي خليني شلف يا ولد رح أتخبى فوق انتظر كيف خليهم هنا يعلقوا بعض بصراحة الغراض بدي إياهم كتار شي خمسة قطع تمام فأنا تركته تخليت عنه ما أناني شو أعمل هلا هي the team member has disavowed an evasion. Your team is now designated rogue. Commencing extraction. طالعها هاي. وهيك أنا أقدر أسلم الغراض. وبعد شوي بقول لك extraction done وبيعطيك الأغراض اللي تطلع. طبعا هنيك في عمود الأزرق العمود الأزرق هذا الفاتح. 15 seconds. أواعي. أنا حاطط أواعي. شكل بس قلت لحالي احسن شيء مباعي بس هنا بيكونوا عملوا علي تراكينج فعرفاني انا وين رايح فبيلحقوني هلا فعليا رح يصير انه على الاغلب رح انقل هي وقتها كنت بتسكر هون باكج از سكيور اكستراكشن هيك هذا اجى من هون هلا في واحد حيقوص علي من هناك بس المهم اني وصلت اغراضي فما مشكله يعني اخذوا شوية المصاري اللي معي بس وات ايفر اوكي فهي فكرة الدارك سول
صايرة مثل البي في بي بس بنفس الوقت في جائزة، يعني مو بس انه والله عم تقتل العالم، which is nice. يعني هذا الغراض فيك تروح تاخذها وتلعب فيها باللعبة العادية. بس مثل ما قلت لكم عم تحكي انت عن العصابات، القصة هبلة confirmed rogue status no longer active. ما في شيء واو. اوكي عصابات عم تتقاتل مع بعض ويعني don't ask me where I got it. اوكي يعني whatever. Come on, killing me here. القصة تبع اللعبة غبية شوي، ما لها كتير بتشد. اوكي يعني بدستني والله انه في aliens وما aliens، مثلا ديابلو والله انه في demons، وهون هون شوف في عصابات والله بفلتان بنيويورك، شو يعني whatever. اوكي بس على كل هي فكرة شو اسمها The Division، نسيت اسمها. مهم شكرا كتير، لا تنسوا تعملوا سبسكرايب وشير ونشوفكم بعدين. سلام.